أعلنت الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، ونظم المئات من أنصار التيار الصدري وقفة احتجاجية في مدينة الصدر شرقية بغداد بعد صلاة الجمعة رفضا للإساءة المتكررة للمصحف الشريف. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. أهلا ومرحبا بك حسام، إلى أين وصلت المواقف الشعبية والرسمية؟ نعم، منذ الصباح الباكر هناك تظاهرات ووقفات احتجاجية في العراق، في عموم يعني غالبية مدن العراق. الأولى انطلقت في مدينة الصدر وسط بغداد لأنصار التيار الصدري. التظاهرة حضرها المئات، حملت شعارات لنصرة القرآن وأيضا هتفت هتافات لنصرة القرآن. المتظاهرون، الملفت اليوم أن المتظاهرين لم يكتفوا على الصعيد الداخلي بعد أن نفذت الحكومة طلبهم بإخراج أو طلب مغادرة السفيرة السويدية من العراق، بل دعوا يعني تطورت مطالبهم إلى دعوة الشعوب الإسلامية للمشاركة في تظاهرات حاشدة، كل في بلده، للمطالبة بطرد السفير السويدي كل في بلده. أيضا وجهوا دعوة للأمم المتحدة لإصدار تشريعات تجرم الإساءة للقرآن الكريم. أيضا وجهوا دعوة لمنظمة التعاون الإسلامي للاجتماع وأيضا للجامعة العربية للاجتماع لبحث الموقف، اتخاذ موقف جدي حسب المتظاهرين الذين التقيناهم. هناك تظاهر أيضا أخرى عصر اليوم انطلقت لأنصار تيار الحكمة، أيضا المطالب تشابهت. أيضا طالبوا دعوة إلى استغلال الإقليم والدولي. هناك إشادة بموقف الحكومة العراقية، طلب مغادرة السفيرة السويدية، هناك تأكيد على وجوب أن يستمر هذا القرار. أيضا هنالك تلقت أوساط شعبية عراقية نقل السفارة السويدية في بغداد إلى ستوكهولم بارتياح، اعتبرته رد اعتبار على تدنيس أو الإساءة للعلم العراقي، بما أن هي القضية أيضا أصبحت يعني امتدت إلى العلم العراقي. يوم غد هنالك تظاهرة دعا لها الإطار التنسيقي أنصاره عصر يوم غد. صباحا لم تصلنا أي دعوات لتظاهرات. الموقف الشعبي في العراق يتماهى مع الموقف الرسمي. الحكومة العراقية ترى أن ما اتخذته من قرارات كاف، لكن بالمقابل هنالك دعوة لها للاجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي لإصدار قرارات ومواقف تلزم الدول الغربية وفي مقدمتها السويد على منع أي إساءات متكررة. هنالك اتهام للحكومة السويدية بأنها هي من سمحت بتكرار هذه الإساءة، وهناك أيضا مخاوف من تكرار الإساءة مرة أخرى عبر نفس الشخص الذي أقدم على ذلك. لذلك هنا الموقف الرسمي العراقي والموقف الشعبي يدعو إلى تعاون عربي إسلامي لوقف الإساءة للقرآن الكريم. نعم، من بغداد مراسلنا حسام محمد علي، شكرا جزيلا لك حسام.